ينضم إلينا عبر الهاتف الآن سعادة السيد درويش المناعي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار. الحرص الذي تبديه المملكة بشكل مستمر على تطوير منظومة حقوق الإنسان لا شك أنه رافقه اهتمام كبير من السلطة التشريعية. كيف استطعتم مواكبة هذا التطور من حيث التشريعات الجديدة والقوانين التي تم سنها على مدى السنوات الماضية؟ أهلا بكم وتحياتي للمشاهدين، وأشكر تلفزيون البحرين لإلقاء الضوء على إبراز حرص مملكة البحرين في تطوير منظومة حقوق الإنسان. طبعا هذا التطوير ناتج عن التعاون المستمر والمثمر بين السلطة التشريعية والسلطات الأخرى، وكما يعلم الجميع بأن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين تحظي باهتمام كبير ورعاية مستمرة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، حيث أن المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته أكد على أهمية التطوير المستمر لكافة الأبعاد المتصلة بحقوق الإنسان والوطن في المجالات كافة، وهو الأمر الذي أكدته نصوص ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين. طبعا وفي ضوء ذلك، فإن التعاون بين السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله، وما يبذله سموه من جهود رفيعة ومتواصلة في سبيل رفعة الوطن والمواطن لا سيما في مجالات حقوق الإنسان بغرفتيها في مجلسي الشورى والنواب، وهو تعاون مستمر وبناء يهدف إلى تطوير المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين بشكل مستمر وتحديثي بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية المتصلة بذلك. ومن هنا أود أن أذكر بعض المنجزات الحقوقية الوطنية التي نفتخر بها على سبيل المثال لا الحصر. نعم، أنا كنت أريد أن أسألك عن هذا الموضوع، أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى المملكة. هناك تقارير دورية تقدم لمجلس حقوق الإنسان، هناك ممارسات وطنية أيضا متطورة، هناك مؤسسات المفوضية لحقوق السجناء وأيضا مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. كل هذه المؤسسات مع التشريعات مع القوانين مع التقرير الدوري الذي يتم الكشف عنه وعرضه سنويا أو كل سنتين، كيف يمكن أن نسرد أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال؟ حاضر. إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة والتوسع في نطاق المشمولين به، كذلك إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، إضافة إلى ذلك بذل الجهد الدؤوب لنبذ تنفيذ برنامج السجون المفتوحة. وهذه الإنجازات حظيت بإشادات دولية وأشارت لها الصحف العالمية. ولا بد أيضا أن نشير هنا إلى التعاون المستمر بين أعضاء السلطة التنفيذية في الإجابات الوافية على الأسئلة البرلمانية من أعضاء السلطة التشريعية والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. تفضل. سعادة السيد درويش المناعي، عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، شكرا جزيلا لك.